السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي معانا موقع جميل جدا، كل اللي عليك لو عندك بلوك وبتدور عليها، لو عندك اوتوكاد بلوك وبتدور عليه، هترفع الصورة وهو يبدأ يجيب لك الصورة، أو ممكن تديله اللينك بتاع الصورة دي. خلينا نبدأ نرفع الصورة ديت، هو يبدأ يدور بالصورة دي في الاوتوكاد. بس هي دي صورة سيارة، هنرفعها. وممكن نحدد احنا عايزين نعمل سيرش باي بيكتشر، او عايز تعمل لينك مع مواقع تانية. طيب خلينا نبدأ نعمل سيرش. زي ما انت شايف بدأ يجيب لنا شوية حاجات. طب دي صورة ولا بلوكات؟ تعالى نشوف. تعالى بس ندوس هنا، يقول لي اعمل لوج ان عشان تبدأ تدخل على الصفحة. طيب دلوقتي عاملين حساب، نبدأ نبص بقى على الصور. هنلاقي مثلا في مواقع بفلوس ومواقع ببلاش، تمام. فممكن اقول له انا عايز الموقع اللي هي ببلاش، فبيقول لي لازم تعمل ابديت عشان تحصل على المواقع اللي هي ببلاش فقط. طيب خلينا نشوف مثلا دوت، عجباني انا صورة السيارة دي، تمام. فدي بفري اهيت، تمام، ونقدر نحملها عادي خالص. وتقدر تحملها امتدادات اوتوكاد او سوليد وورك، في اكتر امتدادات موجودة، فتقدر تحملها زي ما انت عايز.